نشكر دلسة العمان إنها استضافتنا هون. أول إشي هاي البطولة حلوة، الفرق نسبيا متقاربة بيناتهم. طبعا هاي المشاركة كتير رح تفيدنا إحنا كفلسطينية وكجامعة فلسطينية، وإن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله نطور الطائرة مش بس في فلسطين، في كل الدول العربية إن شاء الله. يعني صحيح أنا بشكر نادي دلسال على هذه المشاركة، لأنه أي مشاركة بتكون نسوية بتكون أكيد ناجحة بغض النظر عن المستوى الفني الموجود. المستوى الفني المفروض بطولة عن بطولة بتطور وبرتقي وبيعملوا مجهود بشكل كويس. أضف إلى ذلك مشاركة كافة الأعمار في هذه البطولة النسوية، عدد الفرق 10 فرق المفروض أن يكونوا مشاركين في هذه البطولة، وإن شاء الله أنه كل سنة بتكون مستويات أفضل وفي تحسن مستمر. هي كبطولة تنشيطية كتير منيحة يعني، وأغلب الأفرقة بتستفيد، بس أنا عادة يعني برأيي الشخصي بفضل إنه لو ندعي أفرقة يعني مستواها أعلى من هيك على البطولة، بكون يعني عشان إحنا كمان نستفيد ونتطور. مستوانا متوسط، ما بنحكي إنه كتير عالي، بس وبحاجة كتير لمباريات إنه قوية.
صراحة الطائرة النسوية يعني مستواها ما عم بتطور، يعني صار لي كثير زمان عم بلعب طائرة من أنا صف خامس يعني، وماش عم بلاقي إنه في تطور لمستوى الطائرة النسوية تحديدا بالوطن العربي أغلب يعني المنطقة عندنا بالشرق الأوسط. ف يعني يا ريت يصير في دعم اهتمام أكثر، سواء ماديا دعم معنويا من الأهل من أي حدا، يعني يوفرون البيئة المناسبة احنا بنكون كثير سعيدين. هي طبعا البطولة العربية الثالثة اللي احنا نعملها، هي سنوية طبعا احنا بنعملها، بيشارك فيها فرق من برا، بيشارك فيها فرق من الأردن من هون، نحاول انه ننشط الرياضة النسوية. فعنا بيشارك في البطولة حوالي 10 فرق، عنا حوالي 5 فرق من هون من عنا و5 فرق من برا من الخارج. هاي عدد المشاركين حوالي 10 فرق، هم مشاركين من عنا من لبنان ومن فلسطين تنين، ومن الفرق الباقية كلياتها من الأردن اللي هي الأندية الموجودة عندنا اللي هي منتسبة لاتحاد كرة الطائرة. والله يا سيدي هاي طبعا البطولة اللي بنعملها احنا، يعني الاتحاد بيعمل بطولة سنوية واحدة، يعني مثلا بيلعبوا بشهر 4 بضلهم للسنة الجاية لشهر 4. فاحنا ارتقينا بنادي دلاسال برئيس النادي الأستاذ جابي غزاوي بدنا نعملها هاي سنوية، وفي عندنا رح نعمل بطولة كمان تنشيطية للفرق المدرسية كلياتها.